الآن مع المفاجأة. ايه هننفجر ولا ايه؟ لا أول أغنية أطفال بصوت ابني ياسر محيي الدين. طب ما تكمل بقية الشارع، خليه ياسر محيي الدين أبو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز. والله على رأيك، أنا خايف أنزل الشريط الناس تتوه. يلا يا ياسر، يلا يلا يا ياسر سمع عمو. يعني لكم يا بغداد، يعني لكم يا بغداد، يعني لكم اقول ده. طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكره. لكم يا بغداد، يعني لكم يا بغداد. الله الله، برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي، ما شاء الله يا محيي. ابنك مش محتاج لشريط اطفال، ابنك محتاج يغني على نفقة الدولة. حبيبي يا محيي. ميرسي يا لمبي، عقبال اولادك. يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش. يلا يلا النوم. يلا تصبح على خير يا محيي. ايه يا نوبة؟ انت ايه بتسلقي بني ادمين ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قال البوب. انا حاولت اعتذر لهم 100 مرة مفيش فايدة، هيزعلوا. يا حبيبتي اعمل لك مفيش فلوس. بقول لك مفيش فلوس. اغنيها لك؟ مفيش فلوس حلاوة، مفيش فلوس حلولي. اقول لك ايه؟ نشمة، نشمة زي المتشمة. يعني ايه يا لمبي؟ الله، ايه يعني ايه يا لمبي؟ يعني مش انا اللي افسح مراتي على حساب عديل الغني. طب ايه رايك بقى ما انتش داخل المطبخ تاني؟ عشان انت كل مره تدخل المطبخ تقعد تاكل من الاكل من قبل ما اخلص. هديه؟ امشي اطلع بره. الله، ما بره بره انت، احنا هتطلعينا من الكونسول. على فكره انت وليه مفتريه او المصحف، لو ربنا اداكي هتدوس على زمامير الخلق كلها. اعوذ بالله. هات الخياره، هات الخياره بتاعتي. وليه مقتدريه؟ حجر، عايزه يا نجم، عايزه يا بنت، عايزه انت، عايز تتخانق على الصبح ولا ايه؟ وهخسرت نافوخك. تعال الحين. طب بالراحه، طب انت بره، طب بالراحه، طب بره يا بنت، بالراحه بقى. اصلا ما تعصبنيش، انا بابو امي والمصحف هكسر لك نافوخك. اقعد قعدنا اتفضلي ارغي لوكلوك. انا عايز اعرف انت بتغير من محي عشان يغنى مننا ولا ايه؟ انا اغير من محي؟ ده انا غير من تحت باطي ولا غيرش منه؟ ده كفايه وشه اللي متراقب. افهم من كده ان انا مش هطلع المصيف مع اختي وجوزتي محي؟ لا، نطلع النجم، نطلع. انت مش عايزة نطلع المصيف؟ نطلع المصيف عشان يفضل يعاير فينا بقى في الطلعه وفي الدخله. الفيلا دي ب 7,559,000 قرش. انتوا رحتوا للدكتور ولا لسه ما رحتوش؟ انتوا باين عليكم مش هتخلفوا خالص. بني ادم سائل ورزيل والتبته بتبوظ من وشه. سبحان الله، سبحان الله في رزقه، اللهم لا اعتراض. بني ادم ربنا مديله المال والبنون، ما فاضلش غير انه يديله يوسف شعبان عشان يقفل المسلسل. والنبي انا عايز اخلف عيال على ايه؟ عشان يشوفوا عقد وجنان ابوهم؟ الا لما مره طلبت منك طلب الا ولازم تعجن عليا. يا نوجا بس بقى. خلاص، طب بقى ما تعيطيش بقى يا نوجا بقى، ما انا مش حرمك من حاجه يا نوجا اهو. الله، قلت لي عايزه لبس، خدتك لاشيك مناطق عشوائيه في البلد، وجبت لك لبس اي ست تحسدك عليه في الدنيا. جبت لك شقه بص لحيطانها، بص للسقف، لوحه فنيه مرسومه. فنكخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمه دي، لان ده الكخ نفسه. يا بنت فواق بقى، والنبي اللي يسمع كده يقول ما عايشني في لندن. والنبي اخلعي البتاع ده يا نجلاء. يا بنت اهدي بقى، ما تسمعيش كلام حد بقى. اختك المبجله اللي بتجيلك دي مش هتنفعك، فاكره نفسها قصر في دور ده اللي مالكش دعوه باختي. ولعي بيها، انا هقول لك اكتر من كده ايه. ابلعوا بعض يا ستي، ابلعوا زي القطط. انتوا بصوا زي القطط، والمصحف زي القطط، تاكلوا وتتكرعوا. بتكره؟ ايوه بتتكرعوا. انا بتكره يا لمبي؟ ايوه بتتكرعي، وكلمه ثانيه هكرعك بره. الله يخرب بيت المصحف على عايزين يروحوا. لا، هاتي الام النضاره دي، النضاره دي هي اللي مبوظه علاقتنا، مفيش نضارات تاني. خلاص، هم 2500، 2000 هركب بيهم سرير بدل السرير ابو جرده ده، وال 500 التانيين هظبط لك بيهم المخدات بتاعت المناخير دي عشان نفهم، نفهم بعض، نفهم بقى، يبقى في كابيلتي بينا احنا الاثنين. مهم الكابيلتي. الله، حرام عليكي. طب يا لمبي، ما خلاص يا نجلاء بقى،
قلت خلاص هنزل اشتري السرير دلوقتي. عليكم السلام عليكم. كل سنه وحضراتكم طيب. طيب الله يخليك. مصلك والله انا عندي سرير بس لازق في رجله جبل كده، فقلت ممكن تشنج. لا مفيش تشنج عندنا والله. مفيش أي... لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ اه موجود ان شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر قصدي قسم السراير عندك كده على اليمين. يمين كده؟ اه يمين كده. طب انا شكرا جدا. شكرا جدا. سراير حلو ما بتزيقش؟ لا بتزيقش ان شاء الله. سامح حبش اللي بيزيق بيفضح في الحكايه. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجي لي مستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر بس شوف الحل ارجوك. انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت، اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور. طب انت عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك، لحظه واحده. حاضر. خلاص يا دكتور اعتبر المكان مكانك تمام، والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. تمام. هذا السرير ده كاتم للصوت، هو ده اللي هيبقى في العنتابلي. امرني. الله الحبيبي. مش هتقدر تغمض عينيك.